اللهم بارك وزيد في ذلك، ما شاء الله. دابا الاخوان راني طالع بهم، راه الجو الضبابة والشتا شوية قليلة. اخواني تبارك الله عليكم، نشكركم بزاف على الدعم والتشجيع، قدكم متواضعة. ساوش اخوكم عبد الحميد، يجزيكم بخير الدعم والتشجيع، تحياتي للجميع. ان شاء الله راني غادي طالع بهم الاخوان المزرعة الفوق، لانه اليوم تحت الشتا ان شاء الله. الله يزيدنا من فضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله ما شاء الله الاخوان، رحنا بدينا كنزبروا شجر الزيتون وكنستغلوا هاد الاغصان هذه ديال الاشجار، كنعطيوها هاد المخلوقات هذه، لانه كما كتعرفوا الاخوان هذا العام الجفاف والمرعى قليل في الغابه. وبالنسبه للاخوان اللي عنده المعز، واخا يكون ضار ما كاينش بالنسبه، واخا يكون ضار ما كاينش مشكل، ما كيتسببش ليه في الاجهاض، كيتسببش في الاجهاض هاد اوراق الزيتون هادي. كما كتعرفوا راه عندي هنايا واحد العدد تقريبا تكون واحد 30 معزة غادي تولد ان شاء الله ضارة، وراه ما كنخافوش عليهم بالنسبة، لان حنا مجربين دائما. راه حنا ملي كتوصل هذا الوقت هذه كما شفتوها في العام الماضي، راه نفس الشيء كنا كنعطيهم هاد الاغصان ديال اشجار الزيتون، وما كانتش عندنا شي حالات ديال الاجهاض، راه ما كيطرحش الاخوان، كنا على يقين راه ما كيطرحش هاد الورق هذا ديال اشجار الزيتون. هو راه كاين في حوم هاد راه غني بالدهنيات، الدهون راه تزادت هاد الايام في الحليب، نهار بداو كياكلو هاد اوراق الزيتون، وكياكلو كذلك الزيتون في وسط الضيعة ديال اشجار الزيتون، ما شاء الله راه الدهون تزادت. غير هو بالنسبه للانتاج راه ما كيكونش الانتاج الاخوان، انتاج سنعطيهم مواد بروتينيه، اعلاف بروتينيه هي اللي خصنا نعطيهم، مثلا كالفول ولا الفاصه ولا البرسيم كما يقولوا له في الدول الخليج، يابس والفول والطرطو ديال نوار الشمس، الصويا كذلك، دورا كاع فيهم مادة البروتين، كتخلي الإنتاج يكون عند المعز. كما تشوفوا الإخوان سبحان الله العظيم المعز، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين، راه كلاو هاد الاشجار، هاد الاغصان ديال الاشجار ديال الزيتون، راه كلاو كلشي، راه مساكن مع الجوع، راه باقيين كياكلو في هاد العواد هادو. ان المرعى راه ما كاينش الاخوان كما كتشوفوا، راه الجفاف العام الفايت بحال هاد الوقت راه كان الخير موجود، المعز ما كيبانش بالخبيزة والربيع، لكن هذا العام راه جفاف الاخوان، نطلب الله يرحمنا ويرحمته. حتى دابا مازال ما فقدناش الامل،
الى جات الشتاء راه غيكون كل خير ان شاء الله. كما كتشوفوا راه باقا هنايا الاراضي الفلاحيه باقا خضراء، وكيف ما لاحظتوا الاخوان راه فرق كبير ما بين العام، ما بين المعز ديال العام الفايت وهذا العام، ما بين الصحه ديالو. العام الفايت ما شاء الله راه كان المعز مرتاح، كان الانتاج ديال الحليب، وهذا العام هذا سبحان الله العظيم مع الجفاف راه المعز ضعيف لا في الصحه ديالو ولا في الانتاج ديال الحليب. ان هذا المعز الاخوان راه كيعتمد على المرعى، ما كنعطيوش العلف، كنعطيو العلف غير في ديك الساعه ديال الحليب، وشي حاجه عيان داك العلف ماشي الانتاج الحليب، راه غير الذره كيف ما شفتو في الفيديوهات السابقه. وداك المرعى تما حدا المزرعه ديال لاكلاس، والبال البلاستيكي هو اللي كينفحهم، هو اللي كينتج الحليب. ودابا حاليا راه ما بقاش عندي البال البلاستيكي، راه ساليتو وراه زاد ضعف الانتاج هاد اليومين هادي، واخا كياكل هادشي ديال هاد الاوراق ديال شجر الزيتون. هاد الاوراق هادي كتنتج غير الدهن. دابا غادي نخرجهم الاخوان، قدام واحد الجبل هنايا فيه الاكل، واخا ما كاينش الربيع، المهم كاين الغابه تما داير عا شويه تما. تنساوناش الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الاعجاب، جزاكم الله خيرا. ايه 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 ساكن ما بايش كاع يجيو يخرجوا، عارفين بالله راه ما كاين والو، فين غنديهم راه ما كاينش شي مرعى لي كيفرح كيعجبهم. غنديهم تما فين كاين داك الدوم الاخوان، داك المكان فين غنديهم ان شاء الله. وهاد البال هذا راه عندنا مازال الخير هنايا ديال البال، دار ديال القمح، غير ما كياكلوش المعز، كنعطيوه للبقر وكنفرشوه في الارضيه ديال الجديان والمعز كذلك. هاد المعز هذا في البلاد راه دايره البالا دابا 50 درهم، الله يكون في عون الكساب مسكين، 50 درهم البالا، وماشي تاع بحال هاد البالا. هاد البالا راه فيها متر الاخوان، راه يدير جوج بالات من داك البال اللي عندنا في البلاد. شوفوا سبحان الله، هذه هي البالة الدكوكة، بال مليح هنا. شكون كان هذا الخير هذا في البلاد يكون موجود بكثرة الكسابة. والجو راه ديال الشتا الاخوان، راه طاح شوية الشتا، داز واحد الشوط، مازال عاطين عليها في هذه الايام القادمة ان شاء الله. ونطلب الله اللهم غيثنا غيثا نافعا، نتمنى وتعم جميع البلدان ان شاء الله العربيه والاسلاميه. خوان وخوات، نتمنى كل فيديونا لاعجابكم واستمتعتوا بهذه الطبيعه هذه، وما تنساوناش الله يجزيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الاعجاب، وتنشكركم على هذا المنبر هذا، جزيل الشكر على الدعم والتشجيع، وتحياتي لكم جميعكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.